عقدت رابطة أحياء ببلدية ماتيلتي إشعان با لقاء تخصيصي حضرته شخصيات دينية وأعوان صحة ونفسانيين، بالإضافة إلى الإعلاميين ومختلف فعاليات المجتمع المدني. هذا اليوم الدراسي الذي اعتمدت فيه اللجنة المنظمة على تنظيم ورشتين أساسيتين، أين أثر المشاركون فيها النقاش من خلال سردهم لتجارب عايشوها وبعض الاجتهادات الفردية التي نجحت. التغطية لمحمد إسلام وأولى الطاهر. كثرة الجريمة والسطو والسرقة وانتشار العنف في الأحياء والأوساط الشعبية بالأسلحة البيضاء هو ما أدى إلى عقد مثل هذا اليوم الدراسي والاجتماعي. أهم التوصيات التي خرجنا بها وأسباب انتشار هذه الظاهرة ولجنة المتابعة. فيما يخص لجنة المتابعة، لجنة المتابعة إن شاء الله ستقوم بالتنسيق مع مختلف اللجان والأحياء والسلطات المعنية بالأمر مثل البلدية والهلال الأحمر والخلية الجوارية للتضامن والوسط المفتوح إن شاء الله للحد من هذه الظاهرة وانتشارها في أغلب أحياء مدينة مكيلي ودائرة مكيلي. الظاهرة التي احتضرنا في الفترة الأخيرة لاحظنا وجود عمليات نوعية من قبل مصالح الأمن في الطور الثروي ربط المروجين بهذه العمليات، إلا أنها ربما أعطت صورة مشوهة للمدينة على أن هناك مروج داخل المدينة، إلا أن بعض السياسيين الإسرائيليين والنوعية الإحصام التي قدمت هو أن جزء قليل أو نسبة قليلة قد لا تتعدى 65% من أبناء هذه المدينة، أما غالبية المروجين والقائمين بهذا العمل هم من أبناء أو من خارج هذه المدينة، وهو ما يعبر على أن هناك أشخاص بحول الله لاحقا في جميع أحياء البلد. وهذا اليوم الدراسي موضوع خاص بمحاربة المخدرات التي بدأت تنتشر هنا، فسكان حي هذا السرقة وكذلك المعتمد الديني لبلدية مكليلي والسلطة المحلية للبلدية